استجابة لنداءات المرضى وعائلاتهم وتضامنا مع ضحايا حرائق الغابات الأخيرة، نظمت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم يوما للتبرع بالدم. هي المبادرة الرابعة للمنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين في عهد زمن كورونا، والخامسة منذ إطلاق المبادرات الخيرية التضامنية للمنظمة. على كل حال، ندائي دائم ومتواصل لكل الفاعلين في الحركة الرياضية ومنتسبي أيضا والفاعلين أيضا في المجتمع المدني من أجل التبرع بالدم وإنقاذ والسعي لإنقاذ حياة المرضى. هذا واجبنا، لأن الأمر يتعلق بمبادرة إنسانية، خدمة مجتمعية هدفها هو إنقاذ حياة المرضى والجرحى والمصابين. هناك نقص كبير في الدم خاصة مع الجائحة، الناس ولات تخاف تتبرع بالدم، تقول كورونا في المستشفى، ما كاينش كورونا في المستشفى مركز حقن الدم. نتمنوا الناس يتوجهوا المستشفيات، كاين كل وسائل التعقيم، وسائل التباعد، ما كاين حتى مشكل. امانه المتبرع امانه عندنا في مركز حقن الدم، يدخل امين، يخرج ان شاء الله امين ويتبرع بالدم. خاصه هناك بزاف نقص كبير في الدم، والمرضى راهم في تزايد محتاجين للدم. المبادرة التي عكفت المنظمة على تنظيمها في عدة مناسبات عرفت حضور كافة مكونات الحركة الرياضية إلى جانب بعض المتبرعين. تم تيجاس لي حيعاون دي في اومانا، نعاونوا الناس المساكن اللي بتات راهم يعانيو. سي افيك بليزير اللي نجي، افيك بليزير كاع نجي. على شاك فوا يعيطوني نكون حاضر، يعني حاجة مليحة، وإن شاء الله يعني يدعونا بالخير برك هذا، إن شاء الله. نحن راني لاب وليدي الناس اللي محتاجين لهذا الدم هذا، والحمد لله ان شاء الله ربي يشفي كاع المرضى ان شاء الله. حملات تحسيسيه مثل هذه من شانها تنميه الدور الانساني والمسؤوليه المجتمعيه في مد يد العون للمرضى والمحتاجين، وتزيد من تضامن وتكافل المواطنين وقت الازمات.